تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. سمعت الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الرياضة بين الشوطين، والبداية بالبطولة الاحترافية في قسمها الأول ونتائج الدورة 29. حسنية أكادير فاز على يوسفية برشيد بأربعة أهداف مقابل هدف. شباب المحمدية خسر أمام المغرب الفاسي بهدفين إلى صفر. أولمبيك تشيرة خسر أمام اتحاد تورقة بثلاثة أهداف مقابل هدف. الفتح الرياضي تعادل مع المولودية الوجدية بصفر لمثله. شباب السوالم خسر أمام نهضة بركان بهدفين لواحد. نهضة الزمامرة خسر أمام اتحاد طنجة بهدف إلى صفر. الرجاء فاز على الوداد بهدف إلى صفر. والتعادل في مباراة المغرب التطواني الجيش الملكي هدفان لمثلهما. الرجاء الرياضي متصدرا في المركز الأول 69 نقطة، والجيش الملكي في المركز الثاني ب 68 نقطة في المراكز المتأخرة. فريق شباب السوالم المركز الثالث عشر 27 نقطة. المولودية الوجدية في المركز الرابع عشر 25 نقطة. شباب المحمدية في المركز ما قبل الأخير 24 نقطة. ويوسفية برشيد في المركز الأخير 20 نقطة. منافسات بطولة القسم الثاني في دورتها 28 أفرزت النتائج التالية: فوز أولمبيك خوريبقة على الجمعية السلوية بهدفين لصفر. الكوكب المراكشي فاز على الاتفاق المراكشي بثلاث أهداف لصفر. شباب المسيرة تعادل مع الدفاع الجديد بهدف لمثله. أولمبيك تشيرة فاز على الاتحاد الإسلامي الوجدي بهدفين مقابل هدف. رجاء بن ملال خسر أمام شباب بن قرير بهدف لصفر. الوداد الفاسي خسر أمام شباب طلسم نفرا بهدفين لواحد. الراك خسر أمام سريع واتزم بهدفين لواحد. واستاد المغربي فاز على النادي المكناسي بهدفين لصفر. الترتيب: النادي المكناسي في المركز الأول 55 نقطة، الدفاع الجديدي في المركز الثاني 50 نقطة، الكوكب المراكشي المركز الثالث 47 نقطة، والاتحاد الإسلامي الوجدي في المركز الرابع ب 46 نقطة في المراكز المتأخرة. الراك المركز الثالث عشر 30 نقطة. الاتفاق المراكشي ووداد فاس في المركز الرابع عشر 26 نقطة. وفي المركز الأخير الجمعية السلوية ب 21 نقطة. إلى هنا مستمعنا الكرام نصل إلى ختام نشرة الرياضة بين الشوطين، إليكم أطيب التحيات.